الله اكبر. توكل على الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد، فنحن اهالي مدينة الزاوية المجاهدة ندين ونستنكر ما قامت به المدعوة نجلاء المنقوش المكلفة بوزارة الخارجية من لقائها في مدينة روما مع ممثل الكيان الصهيوني، وهذا أكبر دليل على تطبيعها مع الكيان الصهيوني المحتل. علما بأنها لا تمثل إلا نفسها وحكومتها الفاقدة للشرعية، عليه نطلب المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل فورا وإزالة هذه الحكومة الفاسدة ومحاسبتها على هذه الأعمال التي لا تمثل هذا البلد المسلم. ونحن كأهالي مدينة الزاوية نطالب جميع المدن الليبية بالخروج والمطالب بإسقاط هذه الحكومة الفاسدة. قررنا بتاريخ 27/8/2023 في مدينة الزاوية. الله أكبر.